كيف تم اختزال اليمن في ملف بيد اللجنة الخاصة؟ وكيف أسهمت هذه اللجنة بإذلال الشخصية اليمنية واستجداء المسؤولين اليمنيين؟ سؤال تحمل إجابته الكثير من المكاشفات حول طبيعة اللجنة الخاصة وأدواتها وطبيعة الدور الذي قامت به منذ تأسيسها عقب ثورة 26 من سبتمبر. تشكلت اللجنة الخاصة بهدف دعم الملكيين ضد الجمهوريين والثورة، لكنها تحولت لتلعب دوراً استخباراتياً في اليمن، وجندت الكثير من الشخصيات اليمنية الفاعلة والمؤثرة في المشهد اليمني بمقابل رواتب ثابتة وهبات. سياسيون وقادة عسكريون وزعماء قبائل وصناع رأي وإعلاميون، يتجاوز ما تدفعه السعودية لهذه الشخصيات أكثر من 30 مليون دولار، الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة بسيادة البلد. تستلم هذه الأموال هذه الشخصيات اليمنية نظير أدوار سياسية وقبلية وطائفية تخدم المملكة على حساب الخصوصية اليمنية. ونحن في هذا الملف سنستعرض عدداً من الوثائق المهمة التي نقدمها من خلال حلقتين، ونقدم أنموذجاً للدور الاستخباراتي للجنة الخاصة وطبيعة تدخلها في الشأن اليمني إلى جانب السفارة السعودية. أهلاً بكم. اليمن ذلك الخزان الهائل من البشر، ما إذا ثار وقيضت له مصادر القوة إذن لحكم المملكة والإقليم برمته. هكذا تعلو هواجس السعوديين، وعلى ضوء هذه الهواجس تتحدد علاقتهم بالبلد الجار. لطالما رددت المرويات عبارة منسوبة لمؤسس المملكة: عز السعودية في ذل اليمن، وهي عبارة تؤكد ربط مصير حكم الأسرة السعودية بما يحدث على الخارطة اليمنية، وهو ما وفر مبرراً دائماً للنظام السعودي للعمل في الساحة اليمنية لاستباق أي تطور من شأنه التأثير على الداخل السعودي. برزت تدخلات المملكة في الشأن اليمني عقب ثورة 26 من سبتمبر، إذ استمر الصراع لأكثر من 5 سنوات بعد الثورة بين الجمهوريين والملكيين. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. اختارت الرياض دعم الملكيين لتصبح لاحقاً اللاعب الرئيسي في المصالحة اليمنية، وهو ما وفر لها قاعدة بيانات مهمة استثمرتها في إنشاء ما يعرف باللجنة الخاصة في اليمن كإحدى دوائر مجلس الوزراء السعودي، والتي عملت طوال عقود لجعل اليمن شأناً سعودياً. كانت اللجنة خلاصة علاقة غير سوية بين البلدين، فقد تمكنت خلالها السعودية من اختراق الدولة والقبيلة والمؤسسات الأمنية وغيرها، كما أن السفارة السعودية بصنعاء كانت طيلة عقود مقراً استخبارياً تحت لافتة العمل الدبلوماسي. ثم ما وصل قناة بلقيس من وثائق تحيل هذه المزاعم إلى حقائق، وثائق تظهر حجم الدور الذي لعبته السفارة السعودية وأعضاء اللجنة الخاصة في اليمن طوال السنوات الماضية. هذه الوثائق عبارة عن برقيات ومراسلات مصنفة باعتبارها سرية للغاية، تحمل معلومات يمكن تصنيفها معلومات تجسسية واستخبارية ضد اليمن وفقاً للدستور والبروتوكولات الدولية. غير أن المثير للدهشة والاستياء معاً هو تحول بعض المسؤولين إلى مجرد مخبرين لدى اللجنة الخاصة السعودية. هذه الوثيقة تشير إلى معلومات استخبارية مصدرها وزير شؤون المغتربين في حكومة التوافق الوطني مجاهد القهالي، يؤكد فيها للسعوديين أن الرئيس هادي أعطى توجيهاته وأوامره للسماح بسيطرة تنظيم القاعدة على مدينة رداع في محافظة البيضاء. القهالي بحسب الوثيقة أبدى استعداده للسفر إلى الرياض لمقابلة أي مسؤول وإطلاعه على التفاصيل، ولكنه يفضل مقابلة الأمير محمد بن نايف المسؤول الأهم في وزارة الداخلية السعودية حينها. لم يكن القهالي إلا فرداً من منظومة باتت تشكل مصدراً مهماً للمعلومات لدى جميع الأطراف في اليمن. وثيقة أخرى يطالب فيها كل من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس حكومة التوافق الوطني محمد باسندو المال من السعوديين لأغراض شخصية، وهو أمر يتعارض مع دستور البلاد، ولكنه بات عرفاً متوارثاً من عهد النظام السابق الذي كان رأسه يتسلم مخصصاً شهرياً من اللجنة الخاصة السعودية. لم تكتفي اللجنة بمنح الأموال واستقبال المعلومات التي يسربها المسؤولون لها، بل تظهر الوثائق عمليات جمع دقيقة للبيانات الشخصية عن سياسيين وشخصيات معروفة في الأوساط اليمنية، ليتم توظيفها لاحقاً في كل ما من شأنه خدمة أهداف اللجنة على الساحة اليمنية.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا مدير عام قناة بلقيس الأستاذ أحمد الزرقة، كما سينضم معنا لاحقا من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي. فأهلا بكم وبضيوف الكرام. بدأ من عندك أستاذ أحمد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. إذن لو بدأنا من البداية، بداية هذه اللجنة الخاصة، لماذا أنشئت وما الغرض منها؟ هذه اللجنة أنشئت عقب ثورة 26 سبتمبر 62 لدعم الملكية وفنون الملكيين الذين التجوا إلى السعودية، واستمرت في دعمهم وتخصيص مبالغ مالية لبيت حميد الدين، بالإضافة إلى تمويل الحرب المضادة ضد الجمهورية التي استمرت يعني حتى انتهى حصار السبعين ودخول اليمنيين في المصالحة. تحولت بعدها وظيفتها من الاكتفاء بدعم الملكيين أو الجناح الملكي داخل الجمهورية إلى شراء ذمم كافة الأطراف السياسية الفاعلة. وبدأت في البداية كانت تهتم ببناء بدعم النخب القبلية والشخصيات القبلية ومشايخ القبائل، وبعدها تطور الوضع إلى أن باتت تتحكم عبر الملحق العسكري في صنعاء الهديان بالنخب السياسية، وتم تجنيد عدد من السياسيين من سواء في القيادة العسكرية أو حتى في جسم الدولة، وبدأت هي من تقرر عبر ذرعتها القبلية من الرئيس الذي يصعد ومن الرئيس الذي ينزل. وصعدنا بداية التأثير كان يعني لم يعد فقط مجرد يعني توسع عملها، أو ربما أصبحت تريد أن تقول بأنها تسيطر على اليمن بطريقة أو بأخرى. بالتأكيد يعني كانت ذروة النشاط هذه عندما استطاعت دعم الانقلاب على الرئيس السلال، وبعده إزاحة القاضي الإرياني، ومن ثم دعم الرئيس إبراهيم الحمدي وصولا إلى السلطة. ولكن كان هناك مرحلة فارقة، كان الرئيس الحمدي كان يحاول استعادة السيادة اليمنية، وحاول أيضا استعادة القرار اليمني، وحاول أيضا بدأ في العمل على إزاحة أدوات السعودية وخاصة المشايخ القبليين. ولاحظ أنه خاض معارك كبيرة وأسفرت، لكن للأسف مع باغتياله وتصفيته، وكانت حادثة التصفية بحضور أطراف يعني بعد مؤامرات كبيرة، وبحضور السفير السعودي الذي كان هو المتحكم أو الحاكم العسكري الفعلي في اليمن. وكانت هذه ذروة يعني التدخل السعودي في اللجنة الخاصة. نعم، نحن نسمع باللجنة الخاصة منذ زمن يعني، ونعلم أنها تعطي أموال لبعض المسؤولين، ولكن حقيقة الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس مؤخرا تكشف جوانب كثيرة ومثيرة في إدارة الملف اليمني من قبل السعودية، لا يبدأ فقط بالتحكم أو إعطاء الأموال، وإنما أيضا ينتهي بتحويل مسؤولي الشرعية إلى موظفين أو يعني استخبارات لديها. هذا الموضوع يبدو أنه كان له علاقة بهدف رئيسي لإنشاء هذه اللجنة، وهو مسخ الشخصية اليمنية وتحويل اليمنيين إلى مجرد مخبرين. وللأسف نجحت بشكل كبير جدا عن طريق استقطاب النخب القبلية والسياسية، ووصولا إلى حتى النخب العسكرية والنخب الثقافية والصحفيين. وشاهدنا خلال السنوات الماضية العديد من الوثائق تنشر، كان هناك وثائق نشرت في 2012 لأول مرة كان يتم الحديث عنها، شخصيات كبيرة وفاعلة في الدول، بما في ذلك كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان يستلم مخصصاته، بالإضافة إلى أمناء عموم الأحزاب وقيادة عسكرية ووزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان. تجاوزت الكشوفات التي نشرت حينها أكثر من 2700 اسم، لكن عمليا هو يتم هناك حديث عن من 25 إلى 40 ألف شخص يستفيدون من اللجنة الخاصة، وهي على شكل مرتبات وهبات، وهي المبالغ ليست تلك المبالغ الطائلة يعني، هي تخصص اللجنة 300 مليون دولار سنويا لجميع النخب في اليمن، بينما يعني وهذه المبالغ يعني إذا وصلت إذا حسبناها خلال 50 عاما ربما ستصل إلى حوالي 12 أو 15 مليار دولار. هذه المبالغ لو خصصت للتنمية والتعليم لكانت مختلفة تماما. نعم. أيضا على مستوى هناك أيضا ملاحظة فارقة، أنه المبالغ هذه التي تخصص الميزانية السنوية التي قد تصل إلى 300 مليون أو مليار ريال سعودي
هي تصرف لأحد أمراء الطوائف بشكل كامل، يستلم أكثر ما تستلم اللجنة أو ما تصرفه اللجنة الخاصة على اليمن، تصرف لأحد أمراء الطوائف في لبنان مليار دولار سنويا، وهذه مفارقة أيضا، ليست فقط اللجنة الخاصة هذه هي كفيلة باليمن، لكنها أيضا لديها أنشطة في عدد من الدول، وهي تعمل على محاولة تعزيز النفوذ. لكن في الأخير كشفت الأحداث الأخيرة أنه لم يكن هناك نفوذ حقيقي للسعودية في اليمن ولا في لبنان ولا في غيرها من الدول التي ضخت فيها مبالغ، بينما لو كانت استثمرت في البنية التحتية وفي التعليم وفي غيرها ربما كان هذا سيعود بالفائدة والنفع عليها. نعم أستاذ أحمد، هي فقط أيضا يعني الغريب لم يعني تحاول فقط استقطاب الناس وإعطائهم الأموال، ولكنها كانت تقوم بعملية شبه تحري لكثير من الشخصيات، يعني ظهرت في هذه الوثائق كما سنشاهد الآن على الشاشة، دأبت على جمع بيانات ومعلومات عن شخصيات، مثلا هنا أحمد محسن عبود الشريف ليس فقط كسيرة ذاتية، يعني حتى على مستوى تعامله مع الآخرين، عائلته، أين تعلم، أين ذهب، كيف يصنع، وهناك يعني جملتين أخيرتين، ليس له سابق تعامل أو تعاون مع اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء، وليس له مخصص، ولم يسبق أن صرف له مساعدة. يعني العديد من الشخصيات التي وردت بها تفاصيل بهذا الشكل، إعلاميين، اقتصاديين، عسكريين، ما الذي كانت؟ هذا الدليل على أن هناك حالة توظيف واسعة، يعني كانت السفارة السعودية في صنعاء تعمل كخلية تجسس وخلية متقدمة لجمع بيانات ومعلومات عن الشخصيات اليمنية التي يراد أن تستقطب أو التي يراد أن تضم في الكشوفات أو حتى التي يراد أن يتم تصفيتها أو حتى تشويه صورتها، وبالتالي كان هناك عشرات الآلاف من الوثائق، وللأسف معظم هذه الوثائق كتبت بأيادي يمنية وترفع يعني المعلومات من أطراف يمنية وترفع للسفارة السعودية، والسفارة السعودية تحولها إلى المخابرات أو الخارجية السعودية، وبالتالي نحن أمام حالة من يعني الجاسوسية المتفشية. يحضرني في هذه اللحظة أنه لم يعد كان الحديث عن اللجنة الخاصة باعتباره ميزة وليس عيبا. أنا يذكرني أنه علي عبد الله صالح في فترة من فترات ذكروا له أن حسين الأحمر تقريبا يستلم ومشايخ يستلمون من ليبيا وآخر من السعودية، فكان قالوا رجال يعني أنه هذا كويس أنهم بيدخلوا فلوس للبلد يعني، وهذه واحدة من الإشكاليات، أنه حتى يعني بينما هي عمل مجرم، المفاهيم لم تعد نعم يعني هو عمل مجرم، وبالتالي كان هناك سباق ومحموم على الانضمام لكشف اللجنة الخاصة لأنه يعتبر أنه يحصل على ميزات، لكن مقابل هذه الميزات لاحظ أنه كان هناك تحول المسؤولية الدولة بشكل واضح وشكل صريح وشكل سافر إلى مجرد مخبرين. ستذكر هذه الوثائق أن عدد من الوزراء كانوا يقدمون تقارير بمجلس الوزراء برئيس الدولة بالأجهزة الأمنية، ويذهبون إلى السعودية للمطلب مقابلات مع اللجنة الخاصة لأن لديهم معلومات خاصة وسرية وإلى نعم ذلك. من ضمنها أستاذ أحمد دعنا فقط حتى يعني يشاركنا المشاهد مثل هذه الوثائق، هناك هذه البرقية العاجلة والتي ربما كانت ثلاث التي وصلتنا، نعم. يعني هناك العديد التي يتحدث فيها عن شخصية مجاهد القهالي والمتضمنة معلومات وردت لسفير خادم الحرمين، يعني يعطيها للسفير في صنعاء من أحد الوزراء اليمنيين، ذكر فيها أنه علم من أحد الشخصيات العسكرية الكبيرة أن الرئيس اليمني أعطى توجيهاته وأوامره للسماح بسيطرة عناصر القاعدة على مدينة رداع في محافظة البيضاء. في يعني وثيقة أخرى ذكر فيها من هو هذا الوزير المذكور أعلاه، هو مجاهد القهالي وزير المغتربين، وهو على استعداد للسفر إلى المملكة لمقابلة أي مسؤول هناك لإطلاع، يعني إلى أي مدى وصل وبعدها يعني سافر الاستجداء وسافر، نعم. وهو يشفي بمن يعني برئيس الجمهورية. أنا مصدر المعلومة هو مجاهد القهالي وزير المغتربين، يعني هذا الذي كان يفخر بهم علي عبد الله صاحبي أنهم رجال، هم كانوا أيضا يشون به وبسياسته في بالمناسبة اليوم مجاهد القهالي في صنعاء ويعمل مع الحوثيين وما زال يستلم مخصصاته، وهو يستلم بالمناسبة تقريبا 50,000 ريال سعودي شهريا، وبالتالي إلى الآن. هذه العينات يعني هي التي أنشأت يعني أنشئوا لغرض استخباراتي ومخابراتي، وبالتالي هو ما يفترض هذه الوثيقة هذه القصة، هذه الوثيقة إدانة كاملة له ولغيره، وحتى إدانة لعمل السفير أو السفارة السعودية، إدانة أيضا لجهاز المخابرات اليمنية وللحكومة التي كانت تسمح باختراقها. الحكومة اليمنية منذ تم تأسيسها منذ ما بعد المصالحة الوطنية وهي حكومات مخترقة بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية. ما مدى خطورة ذلك أستاذ أحمد؟ أن يعني يعمل البعض ضد
بعضهم البعض ضد الدولة وضد الرئيس، ويعني تسابق وتهافت على إعطاء المعلومة لأخذ المزيد من المال. حالة من حالة المسخ التي تم مسخ فيها الهوية اليمنية والشخصية اليمنية، وجعلهم الجميع يتسابقون من أجل الحصول على مكاسب مالية معينة ولو كانت ضئيلة ورخيصة. هناك وثائق تقول أن هناك شخصيات قبلية وشخصيات سياسية تستلم مثلا من 4000 ريال سعودي أو 5000 ريال سعودي، وبالتالي هذه هل هناك ما يستحق هذه المخاطرة؟ وليس الفكرة أنه يستلم مليون ولا يستلم 5000، الفكرة هي كيف تقبل أنت على نفسك أن تتحول إلى أداة بيد الخارج، وأنت مثلا أصبحت تمثل رأي عام أو تمثل الحكومة أو وزير أو حتى شخصية سياسية أو نافذ أو أمين عام حزب. بالمناسبة تم اختراق جميع المكونات سواء في الشمال أو حتى في الجنوب، في أيضا كان هناك أيضا حتى في الحراك الجنوبي كان تم اختراقه، وكان عدد من قادة الحراك الجنوبي يسلمون تقارير أولية للمملكة العربية السعودية حول ماذا تم في اجتماعات الحراك وماذا والخطوات المقبلة. وبالتالي استمر النفوذ اللجنة الخاصة بشكل كبير جدا إلى 90 وما بعد 90 وتشكيل وهنا حصلت مفارقة كبيرة جدا بين علي عبد الله صالح والنظام اللي كان في صنعاء. طبعا كان هناك في الجنوب عداوة كبيرة بين الحزب الاشتراكي وبين السعودية، وبالتالي كان نلاحظ أنه لم يكن هناك نشاط للجنة الخاصة في الجنوب إلا من بعد 94 أو من بعد حرب الانفصال، عندما حصل هناك موقف تغير الموقف بسبب موقف نظام علي عبد الله صالح من احتلال الكويت، وبعدها جاءت فرصة الانفصال واستغلت السعودية هذه الورقة وفتحت خطوط علاقات مع الحزب الاشتراكي ومع أبناء الجنوب، ومن هذه اللحظة بدأت تستقطب المملكة العربية السعودية، استقطبت عدد من القيادات الجنوبية وذهبت بها إلى السعودية، لكن كان هذا ربما في وقت أيضا كشف أنه أصبح متأخر لأنه كان هناك أيضا بدء تواصل مع إيران بعدد من الشخصيات التي كانت فاعلة من ضمنها علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وغيرهم الذين كانوا أصبحوا أيضا في بيروت وفي سوريا ويحكمون برعاية إيرانية، وبالتالي كان هنا هذه مرحلة لاحقة. إلى اليوم جميع قادة الحزب الاشتراكي السابقين أمناء عموم الأحزاب وجميعهم يستلمون مخصصات كما يستلمون أمناء عموم الأحزاب الشمالية وأيضا النخب العسكرية والقيادات الشمالية، بما في ذلك أيضا هيثم قاسم طاهر وغيرها من القيادات التي اليوم هي تستلم مخصصات مالية. وبالتالي اليوم سواء في الشرعية أو حتى في المجلس الانتقالي أو في حتى في والمهم أنه حتى هناك عشرات أو مئات الأشخاص الذين ينتمون لحركة الحوثي كانوا يستلمون مخصصات مالية من اللجنة السعودية. كان هناك مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي وعدد من يعني حمود العزي وأسماء كثيرة جدا من والفيشي وغيرها من القيادات في حركة الحوثي يستلمون مخصصات ولم تقطع إلى اليوم. وبالتالي نحن أمام حالة من التشويه العجيب، يعني لاحظنا خلال الفترات الماضية أن هناك حالة تواصل مستمرة بين السعودية وبين الحوثيين، وهذا لا يدل إلا أن هناك حالة من التخادم والتخابر المشترك بين الطرفين، ولكن أيضا السعودية تظهر هي الطرف الذي لا يستطيع إدارة معارك السياسية بشكل صحيح أو حتى اختيار حلفائه. يعني هي تظن أنها بالمال تستطيع أن تدير المسألة، ولكنها فرخت يعني جماعة من المستلبين ومن بائعي. هذه اللجنة الخاصة أيضا هي واحدة من أدوات الفساد الكبيرة التي يعني اللجنة الخاصة يتحدثون عن فسادها على مستوى السعودية. نعم، اللجنة الخاصة مثلا تخصص مبالغ للتنمية أو تقول أنها لدعم الحكومة الشرعية أو إلى ذلك، لكن أيضا حتى في قضية تمويل صفقات السلاح أو تسريح الجيش أو إلى ذلك، هي أيضا تمارس نوع كبير من الفساد. لاحظنا أن هناك عدد من الشخصيات العسكرية وذكرت أنها أو حتى المشايخ أو حتى القبائل أنهم يتم إجبارهم على توقيع على مبالغ 3 أضعاف أو 4 أضعاف المبالغ التي وقعوا أسلموها فعليا يعني، وهذه واحدة من بوابات أو منافذ الفساد التي السعودية أيضا هي تعاني منها. ولكن ربما لا نستطيع اللوم الكامل للسعودية، نحن ما لم نلوم النخب اليمنية الحقيقية التي استطاعت أو من التي قبلت. من الذي ترك برأيك البلد مستباحة للسعودية بهذا الشكل غير المعقول؟ النخب السياسية والنظام الحاكم سواء من أيام علي عبد الله صالح وما قبلها إلى اليوم، لكن للأسف في الفترة الماضية لاحظنا
توحش كامل من قبل الذين يعملون مع اللجنة السعودية ضد الأصوات المناوئة أو ضد المستقلين أو ضد من يعني أصبح يعني حصولهم على أموال لا يثير للخجل أو للتواري، بالعكس أصبحوا يتمادوا ويتفاخروا بأنهم يستلمون من اللجنة الخاصة. نحن اليوم أمام معضلة سياسية، أولا هذه ما يحدث هو ليس فقط خلل أخلاقي لكنه خلل قانوني وخلل دستوري. هناك يعني مشكلة تتعلق بأن لم أحد يحاسب أحد من هؤلاء الذين استلموا مبالغ، وللأسف كيف تحاسب هؤلاء جميعا كانوا في السلطة، في السلطة أيضا يعني أنا أتذكر في واحد من الوثائق أن الرئيس هادي على سبيل المثال طلب معونة 6 مليون دولار في 2012 محاولة لدعم كما يقول ترشيحه لانتخابات 2012 وانتخابات توافقية. ستعرض يعني الآن هذه البرقية، يعني هي من صاحب السمو الملكي مساعد وزير لشؤون الأمنية يعني إليه من علي بن عبد العزيز الخضيري وهو القائم بأعمال اللجنة الخاصة، يتحدث فيها عن أن نائب الرئيس عبد ربه أبلغه أنه طلب مساعدة من أسمو مساعدة عاجلة لهذه الانتخابات، وأنه الآن في وضع حرج ولم يتبقى إلا أيام قليلة على الاقتراع، ويأمل أن يتم دعمه. ليست هذه الوثيقة، نعم يعني هناك طبعا عدد من الوثائق تناقش هذا الموضوع. هنا صاحب السمو الملكي إليه، نعم أحيط علم سموكم الكريم بأنني سألت سعادة السفير تليفونيا بصورة لا يفهم منها المقصود، يعني حتى لا إذا حدث التجسس، بأن المقترح في حدود 30، يقصد 30 مليون ريال، لكنني أرى أن الدعم الذي يطلبه نائب الرئيس هو دعم شخصي وليس لتمويل الانتخابات لكونه المرشح التوافقي الوحيد، واقترح دعمه بمبلغ مليون دولار أمريكي. يعني وضع حرج وانتخابات وهناك استجداء بالمال، وانظر حتى على مستوى التعليق كيف صدر، كيف يمكن لشخص يعني هذا الرئيس هو الرئيس يفترض انه يعني بعد هذه الوثيقة بعتقد ان ما يعني ما بعدها لم يعد يثير اي استغراب. انت لست مرشح وليس هناك انتخابات، أنت مرشح توافقي والجميع اختاروك وأنت تبحث عن مساعدة عاجلة، يعني استغلال المنصب من أجل الإثراء ومن أجل تحقيق ثروة على حساب ماذا؟ على حساب 30 مليون، على حساب أحلام، وأنت جاي تمثل شعب يقود ثورة وتطلب من الثورة المضادة أو من يقود الثورة المضادة أن يدعمك، وأيضا حتى الاسترخاص يعني أنهم استرخصوا حتى أنهم يبعثوا له المبلغ اللي طلبه، اقترحوا له مليون كمساعدة، حتى لفظ المساعدة هي لفظ محرج مهين. رئيس دولة يأخذ على مساعدة، وهذه واحدة من الأشياء التي كشفت عن حقيقة ما يدور اليوم. اليوم النخب التي موجودة في الرياض هي نخب مستلبة، حتى هنا في الوثيقة ذاتها ويمكن النظر بعد الانتخابات في دعمه هو ورئيس الوزراء محمد سالم باسندو الذي سبق أن طلب الدعم أيضا. يعني نعم. رئيس الوزراء محمد سالم باسندو طلب أو أنه دعم في وثيقة تقول أنه طلب دعم، وأنه بمجرد أن يقوم بإجراء أو إقسام اليمين الدستورية ستكون السعودية أول محطة لزيارته، وهو حريص على تعزيز العلاقة مع السعودية، وبالتالي هذه حقيقة النخب التي حكمت اليمن خلال 50 عاما هي تحكم أو تصل للسلطة لتعزيز مكاسبها الشخصية وليس لخدمة البلد، وإن تباكوا وإن يعني قالوا عكس ذلك، وما وصلنا اليوم لم نصل إلى هذا الوضع إلا بسبب هذه النخب التي يعني جعلت اليمن مستباحة للسعودية والإمارات والإيران وغيرها. بالتالي هذه وثائق يفترض أنها تحال، يعني وثائق يعني تثبت للتاريخ وتحال بموجبها هذه النخب جميعها للمحاكمة، إن لكم محاكمة سياسية تكون محاكمة شعبية من قبل جميع الناس. هنا أيضا لابد نحن لا نصل إلى هذه الوثيقة، أيضا هناك وثائق ربما لديكم تتحدث عن العلاقة مع الحوثيين وتتحدث أيضا عن كيف أسهمت الصمت السعودي على وصول الحوثيين إلى صنعاء، وكيف أنها تتحدث عن يعني إشكاليات كبيرة. وبالتالي عندما ذهب الرئيس هادي
إلى عمران وقال أن عمران عادت إلى حضن الدولة، كان هذا بإعاز أيضا سعودي وبحكم سعودي وتواطؤ سعودي مع هذه. وكان هناك يعني نصيحة يقول بأنه يجب أن تتلافوا الأمر من المرسل قبل أن يعني يصلون إلى ما هو أبعد، ولم يؤخذ برأيه، ربما أرادوا للمشهد أن يكون بهذه الصورة. اسمح لنا فقط أستاذ أحمد أن ينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي المحامي والناشط الحقوقي عبر الهاتف من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم. اهلا. اذا بدايه دعني يعني نحن نناقش الوثائق التي وصلت الى قناه بلقيس. الوثيقه التي يعني تحدثت عن الرئيس هادي وانه طلب 30 مليون لدعمه بسرعه عاجله لدعمه في الانتخابات، وكان هناك وثيقه اخرى تتحدث عن ان المبلغ كبير خاصه انه رئيس توافقي ولا يوجد انتخابات، ونقترح عليكم مليون دولار. ما الذي يعنيه ان يطلب رئيس الجمهوريه دعم شخصي له بهذا المبلغ، ويعني بدءا من رئيس الجمهوريه وبقيه المسؤولين؟ مساء الخير. في حقيقه الامر هذه الوثيقة في أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها تؤدي إلى، هي تشكل زلزال سياسي. أقل آثارها أن يقدم الرئيس أو الممسوس بهذا الأمر استقالته من الحياة السياسية وترك الباب للنيابة العامة والقضاء للتحقيق فيها، لأننا أمام جريمة أو شبهة جريمة كبيرة متعلقة بالمساس بالأمن أو بالأمن الوطني أو بالأمن القومي للبلد. رأينا كيف حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما اشتبهوا في تأثير روسيا في الانتخابات الأمريكية، وهنالك شبهة أن يكون لم يدفع مال وإنما ضلل أو ساهم بصورة أو بأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتأثير على الناخبين لفوز ترامب. فما بالكم عندما يكون شخص هو كان في منصب رئيس، هو في منصب رئيس الجمهورية فعلا، ثم يطلب مالا من أجل استمراره في هذا المنصب. ونحن نعرف أن السياسة لا تقوم على المصالح الخيرية أو الأخلاقية بدرجة أساسية، وإنما تقوم على مصالح تثار فيها الكثير من اللغط والتساؤلات. ولذلك هذا الأمر أنا أنظر له بأنه فضيحة سياسية. كان من المفترض بموجب الدستور اليمني المادة 169 التي تتحدث عن المعاقبة بالحبس عن كل من طلب لنفسه أو لغيره وأخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن أحد يعملون لمصلحتها نقودا أو أي منفعة أو أي مقابل وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال بارة بالوطن. قصة أضرار هذه تحتاج إلى تحقيق أمام القضاء ليقول كلمته فيها، هل بالفعل هذه الأموال أدت أو ترتبت عليها منفعة عامة، خاصة ونحن اليوم نشاهد المملكة العربية السعودية تسرح وتمرح في الأراضي اليمنية وترسل قواتها وتنشئ منشآتها وتقصف الإمارة جيشها، ثم لا نرى أي تحرك بهذا الأمر أو أي احتجاج من قبل الرئاسة. نعم. لو تسألنا أستاذ توفيق، ما هي مشروعية الأموال التي يستلمها الساسة والنخب اليمنية من اللجنة الخاصة قانونيا؟ يعني أنت تتحدث عن لا 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 مشروعية لها مطلقا، لا مشروعية. هذا الأمر يجب أن يبحث في إطار الجريمة لا في إطار المشروعية. نعم. نقطة آخر السطر. نعم تفضل. كما قلت هذه نقطة آخر السطر، يجب أن تبحث في إطار الجريمة لا في إطار المشروعية. اليوم هذه النخب اليمنية تنتمي إلى الجمهورية اليمنية، حتى ولو كان هنالك تعاون ستقدمه المملكة العربية السعودية أو أي دولة من الدول، يجب أن يكون عبر القنوات اليمنية، بمعنى أن هنالك وزارة مالية، هنالك رئاسة جمهورية، هنالك رئاسة وزراء، وتكون أي مساعدات سواء كان للأشخاص أو للدولة عبر القنوات الرسمية، والقنوات الرسمية هي اللي تقوم بالإشراف إلى غير ذلك. أما يعني توزيع المبالغ بصورة مباشرة من قبل دولة أجنبية إلى أشخاص داخل الجمهورية اليمنية سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين، هذه تناقش في إطار الجريمة لا في إطار المشروعية. نعم. إذن ابقى معنا أستاذ توفيق. أستاذ أحمد، يعني في حال ما
يعني استعادت الجمهورية الدولة واستطاعت أن تقف على قدمها، هل يمكن محاكمة كل هؤلاء الأشخاص الذين استلموا يوما ما من اللجنة الخاصة؟ بالتأكيد هؤلاء كانوا يشغلون وظائف عامة واستلموا مبالغ للإضرار بسلامة وصحة البلد، وأيضا مقابل تقديم معلومات عن البلد أو عن أشخاص، وبالتالي هذه جرائم سياسية لا تسقط بالتقادم. هذه الجرائم أضرت أيضا باليمن بشكل كبير جدا، المبالغ المالية هذه جعلت السعودية تتحكم في الشأن اليمني أو في الفعل اليمني، وأدت إلى وجود ضرر كبير جدا، تمثل مثلا في عام 2000 القيام بترسيم الحدود واقتطاع مساحة كبيرة من اليمن لصالح السعودية مقابل هذا الترسيم الجائر للحدود، وبالتالي هذا تم دفع مبالغ مالية واستلمها عدد من الشخصيات الفاعلة التي استطاعت أو الوصول باتفاق ترسيم الحدود إلى أن يصبح واقع بعد أن كان اتفاق يمن 32 ورفضت الحكومات المتعاقبة التوقيع عليه، تم توقيعه من قبل علي عبد الله صالح، وكان أيضا وقتها باجمان رئيسا للحكومة، وعبد الله بن حسين الأحمر كان رئيس البرلمان، وكان هؤلاء الاثنين هم عرابي هذا الاتفاق. وبالتالي هذه واحدة من جرائم أو الأضرار الجانبية التي تعرضت لها اليمن نتيجة عمل اللجنة الخاصة، بالإضافة إلى أن هناك جرائم أخرى تم ارتكابها، يعني تجريف الحياة السياسية بشكل كامل، لا ننسى أنه ساهمت السعودية بشكل كبير جدا في الثورة المضادة في 2011 عندما دعمت بقاء صالح ودفعت الأموال من أجل المبادرة الخليجية ومن بعد ما تلاها من ضغط من أجل قانون الحصانة وتمرير الحصانة، وبعدها أيضا معروف جدا كيف دعمت السعودية، تسهلت وصول أيضا القاعدة وتسليم المناطق اليمنية تلو المنطقة وهي تتفرج وهي أيضا تساهم بشكل كبير جدا في تمويل هؤلاء المتطرفين وتمويل هذه الحكومة وطلب منها اشتراطات معينة، وبالتالي نحن أمام علاقات مختلة بين طرفين أو بين كيان كان يفترض أنه التعامل الجمهورية اليمنية هي كيان، لكن تم التعامل مع اليمن كحديقة خلفية كملحق كحوش نفايات للسعودية ترحل منه أزماتها إلى اليمن، وأيضا هي مشكلة كبيرة جدا، يعني تعلقت أيضا فيما يتعلق بفضائح عرقلة أو منع تنقيب اليمنيين على أو حصولهم على النفط في الجوف وفي غيرها من المناطق، وبالتالي هذه رشاوى كبيرة قدمت للنخب اليمنية لمسؤولين لقادة في الأحزاب لوقف جميع محاولات خروج اليمن من المضيق أو عنق الزجاجة، وبالتالي هذه كانت واحدة من خطوات أو أدوات الجريمة التي ارتكبتها السعودية تجاه اليمن باستخدام اللجنة الخاصة وأدواتها في اليمن. نعم، إذن أعود إليك أستاذ توفيق، ودعنا نتحدث أيضا في القانون اليمني، مسألة محاكمة هؤلاء ومسألة أيضا عزلهم من الحياة السياسية، ما مدى إمكانية ذلك في حال ما توفرت الشروط لعودة الدولة اليمنية؟ هو طبعا كل شيء ممكن، لكن نحن بحاجة إلى إصلاح ثوري في عملية المنظومة القضائية والمنظومة القانونية على حد سواء، المنظومة اليمنية، المنظومة القضائية والمنظومة التشريعية هي كانت انعكاس طبيعي لحالة الدولة، لحالة حتى صدرت قوانين معينة هي أشبه ما تكون بقوانين تحصينية للمسؤولين والفاسدين، ومنها قانون محاكمة مسؤولية كبار مسؤولية الدولة، والذي اشترط إجراءات معينة مثل القضاء، يعني أن البرلمان والتحقيق في هذا الأمر، وهو في حقيقة نوع من الهروب من القضاء إلى 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 سلطة تشريعية هي في الحقيقة ممتنة لصعودها للحاكم أو للحزب الذي عينها، وبالتالي هذه الجرائم كما قلت لكم هو وكما ذكر الأستاذ لا يمكن أن تسقط، هي في النهاية جريمة. متى ما عادت الدولة وحدث إصلاح قضائي وتشريعي جاد، باعتقادي بأن هؤلاء كلهم سيحالون للقضاء للتحقيق في هذه الأموال وفي ما يمكن أن ما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من إضرار
بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية. نعم، ماذا عن السعودية؟ يعني هل يمكن يعني الوقوف ضد هذه اللجنة الخاصة وما تقوم به في اليمن، التي أيضا حولت سفارتها إلى يعني مركز استخباراتي ضد البلد؟ كيف يمكن أن تكون العلاقة فيما بعد بين السعودية واليمن؟ اللجنة الخاصة هي ليست وليدة اليوم، ربما اليوم زادت صلاحيتها وزادت تدخلها وتوسعت بصورة كبيرة، وأصبح اليوم تتبع الحاكم العسكري للمملكة العربية السعودية إذا جاز التعبير آل جابر في اليمن، وبالتالي هو انعكاس لغياب الدولة. أنا باعتقادي في الحد الأدنى من الكرامة والعمل السياسي لا يمكن القبول بهذا التصرف مطلقا. وأنا باعتقادي أن اليمنيون لو أداروا شأنهم العالي اليوم مع جماعة الحوثي في الحد الأدنى فقط، كان يمكن أن يحققوا من الإنجازات أضعاف مضاعفة مما حققه التحالف اليوم في ظل وجود اللجنة الخاصة وآل جابر. اليوم هذه اللجنة الخاصة لم تعد تتحكم في مستقبل اليمن الحالي، بل اليوم أنا لا أكون مبالغا إذا قلت ربما أصبحت تتحكم في اليمن لثلاثة عقود قادمة، ما لم يتدارك اليمنيون هذا الأمر. اليوم كثير من أبناء المسؤولين يدرسون في جامعات أوروبية وأمريكية على حساب يعني القنصلية الثقافية أو الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية بتوصية من اللجنة الخاصة. اليوم الضرر كبير جدا، ليس ضرر آني وإنما ضرر مستقبلي. اليوم كما كتب أحد الغربيين كتابا، ينظر إلى اليمن بأنها حديقة خلفية. عملية التشارك وعملية الندية اليوم غابت بصورة كبيرة، مما اليوم يستدعي اليمنيون الانتفاضة بصورة كبيرة إلى إعادة ترتيب هذه العلاقة. بدون تصحيح العلاقة مع المملكة العربية السعودية، بدون الخروج عن بيت الطاعة الحالية من اللجنة الخاصة، باعتقادي أن معركتنا مع جماعة الحوثي ستكون معركة خاسرة. وقد شاهدنا إلى حد اليوم أننا خسرنا الجنوب وخسرنا الساحل الغربي وخسرنا سوق قطرة، وباعتقادي الخسائر ستتوالى ما لم يعود اليمنيون إلى كرامتهم وإلى يعني تصحيح العلاقة التي ذكرناها. نعم، إذن الأستاذ توفيق الحميدي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، من الوثائق أيضا التي سربت، هناك برقية عاجلة أو سرية عاجلة إلى صاحب السمو الملكي وزير الدفاع وأيضا رئيس الاستخبارات العامة والقائم بأعمال اللجنة الخاصة، طبعا قدمت من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب بن عبد العزيز، يتحدث فيها أنه يريدون تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة واللجنة الخاصة بشأن تناقض في المعلومات المتوفرة عن اللواء علي محسن الأحمر، لدراسة حقيقة موقفه والخروج برؤية مشتركة بين الجهات المعنية لدراسة التعامل أيضا مع اللواء علي محسن وكذلك الشيخ عثمان المجلي فيما يحقق مصلحة المملكة بناء على الدعم المقدم لهما. كيف تقرأ هذه؟ أولا يعني هذا دليل على أن هناك تضارب كبير جدا في المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية، صراع بين الخارجية والاستخبارات الأمن، وهناك مراكز قوى ولكل جهة تقييماتها الخاصة ولكل جهة اشتراطاتها الخاصة وتأثيرات المحيطين بها. في هذه الفترة كان هناك ربما السفير الحمدان هو كان السفير، وكان هناك من يدير أعمال السفارة هم على غير وفاق مع علي محسن الأحمر أو من أطراف أخرى مدفوعين من الطرف الآخر، لكن هذا يكشف أنه كان هناك مبلغ مخصص للواء علي محسن تقريبا 3 مليون ريال شهريا و10 مليون تحت بند محاربة الطوائف محاربة عفوا الروافض، باعتبار أنه كان هو من يقود المواجهات في صعدة الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى أن عثمان مجلي أيضا كان يستلم مبلغ مالي باعتباره أنه أيضا من أبناء محافظة صعدة الذين تم تهجيرهم أو تم يعني دخلوا في مواجهات مع ميليشيا الحوثي، وبالتالي هذه التناقضات والتضاربات تتطلب رأي آخر، رأي خبير يحتاج أن يتم الفصل في هذا الموقف، وهو أيضا يعني يريد توريط الأطراف. من نعطيه المال لابد أن يدين بالولاء المطلق، يعني مجرد أن يختلف أو يظهر بموقف مختلف عن هم لم يختلفوا، لم يظهر أي إلى الآن لم يظهر أي شخصية سياسية يمنية تستلم
استلمت مبالغ من السعودية أي موقف مضاد أو مناهض لها بشكل حقيقي أو بشكل واقعي. السعودية تستخدم مبدأ الصمت مقابل المال، ولاحظنا كيف سيطرت على المخابر اليمنية الآن موجودة في الرياض في أعضاء برلمان، وزراء، مشايخ، قادة عسكريون، لا يستطيع أحد حتى منهم أن يدين أي تصرف من تصرفات المملكة العربية السعودية، وهو إن كان يعرف أنها كانت ارتكبت جريمة، سواء الجرائم اللي ارتكبت بحق الجيش الوطني أو الجرائم اللي ارتكبت في يعني تحويل اليمن إلى مسرح للعمليات العسكرية الإماراتية والسعودية، اجتزاء أراضي يمنية، يعني إهانة أيضا هؤلاء المسؤولين أنفسهم. تخيلي أن وزراء ومسؤولين وأعضاء برلمان ومشايخ لا يستطيعوا مغادرة المناطق التي هم فيها إلا بحصولهم على إذن، من خرج من السعودية لا يستطيع أحد أن يغادر السعودية دون الحصول على موافقة، وبالتالي هذه جميع حركة الإذلال، ما المراد منها يعني؟ أيضا السعودية تتعامل بسياسة العصا والجزرة، حتى من خرج في فترة وصرح ضد المملكة العربية السعودية تستجدي مرة أخرى، تبعث له الأتاوة، تبعث له مبالغ لكي يعود، وكي أيضا هي تتعامل مع اليمنيين كأنهم أشخاص بلا قيمة، بإمكان المبالغ المالية أن تسكت أي أكبر شخصية يمنية. والإشكالية أن كل شخصية يعني تثبت لها ذلك من تسريب المعلومات، من يعني بإمكان الشخصية الممسوخة اليوم أن تكتب ولو معلومات ولو كاذبة ولو مضللة، ولو في سبيل التقرب وأيضا محاولة الحصول على الفتات. واحدة من الإشكاليات في 2012 تقريبا قال علي عبد الله صالح الرئيس السابق أن الرياض، وصف أن الرياض هي العاصمة السياسية لليمن، وهذا كان واحدة من زلات اللسان، لكن التي كان لها بالتأكيد تكشف أن اليمنيين يتبعون قاعدة أو نظرية مقولة القصيبي الذي يقول من أراد الحج فعليه أن يذهب إلى الرياض وليس إلى مكة، وبالتالي هذه القصة أنه هناك في الرياض مخزن أو العوائد الحقيقية موجودة في الرياض، وما عليك إلا أن تكتب تقرير في رئيس الدولة أو في وزير أو حتى في إثارة محاولة إثارة اهتمام النخبة السعودية. لاحظنا في فترة في بعض الوثائق أن كان هناك أكثر من شخصية سياسية ترفع تقرير ويذهبون لمطالب مقابلة، فيقابلهم مساعد وزير الداخلية ويقابل ثلاثة أو أربعة أشخاص مخبرين في نفس الوقت أمام بعضهم البعض، لأنه كانوا يعتقدوا أن زادت مطالبهم فيتم كشفهم ولا يتحرجوا، ومع ذلك يغادروا الثلاثة هذا الاجتماع ولا يتحرجوا ويعودوا لممارسة مهامهم وكأن شيئا لم يكن. نعم، ولكن يعني أيضا اللجنة وصلت إلى مرحلة أنها حتى تحصي أنفاس هؤلاء الذين تدفع لهم، يعني حتى وإن أخطأ يوما ما بالحديث عنها في مجلس يعني مقيل مثلا، يصل بالحذافير ما قاله ذلك الشخص. مثلا لدينا وثيقة تتحدث عن محضر اجتماع بشأن التعامل مع الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر. هذا المحضر هو يقضي بوضع استراتيجية للتعامل مع الشيخ حسين لكشفه على حقيقته، فقد اجتمع كل من، انظر عدد الذين اجتمعوا، الخضيري القائم بأعمال اللجنة، مندوب الإدارة العامة للتعاون عسيري، وأيضا قام بدراسة هذه التقارير. لماذا؟ لأنه تحدث الأحمر عن المملكة ومواقفها السابقة بطريقة سلبية، ومنها ما ذكره بأن المملكة تقف مع الرئيس علي عبد الله صالح خلال الأزمة اليمنية، وأضاف أن التاريخ يشهد بأن من وقفت معه المملكة فسوف يهزم، ومثال ذلك وقوفها مع الملكية في اليمن وقد هزمت، ووقوفها مع البيض والجنوب في حرب الانفصال وقد هزم البيض، وغيرها كثير، ولأنها وقفت بجانب الرئيس علي عبد الله صالح فسوف ينتهي. وردت هذه المعلومة من أحد الثقات لدى المستشار دخيل الله الأزوري. يعني شكلوا لجنة وقاموا بعمل محضر اجتماع وتباحثات لدراسة حديث صدر في أحد المجالس، وربما استثارهم الموضوع الذي تحدث به بأنها ستهزم لأنها وقفت مع علي عبد الله صالح. هذا، وكان هناك فسحة من الوقت، وكانت عاد ما زال هناك دولة وما زال هناك اليمنيين في اليمن، وما بالك بما يحدث اليوم يعني. وبالتالي هي القصة أنه أنا أدفع لك فلوس، وبالتالي يجب أن تكون تتحدث تسبح بحمدي وتمجد بحمد المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه المشكلة هذه كانت يعني وما زالت في 2011، ما بالك اليوم وجميعهم في تحت الإقامة الجبرية في الرياض. أنا يحضرني موقف أنه في 2015 كان هناك دعوة أعضاء مجلس النواب ومشايخ و
في احد الفنادق كان حميد الاحمر اراد ان يجتمع بالمشايخ ويتحدث بصفه الشيخ مشايخ اليمن، فجاء يعني عريف او يعني جندي سعودي ففضل الاجتماع وطرد الجميع من الفندق، وبالتالي هي هذه القصه. لا كرامه لليمني خارج بلاده، يعني اليوم يتحكم في القرار السياسي يعني ضباط في المخابرات. اليوم السفير الجابر هو من يعين، وهو لدرجه انه يكتب تغريدات ويعممها للوزراء والمسؤولين والمستشارين الرئيس ان ينزلها مثلا في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها من المواقع. اي حاله من المهانه هذه وصلت لا نعرف. يعني لاحظنا وزراء يتغزلون في ولي العهد وفي السعوديه ومسؤولين، وهذا كان شرط بقائهم في السعوديه وحصولهم على امتيازات. بالتالي نحن نتعامل مع كائنات اصبحت ممسوخه تماما، وبالتالي لكن هناك مفارقه ايضا، لم يعد هناك فقط لجنه سعوديه خاصه، هناك ايضا لجنه اماراتيه خاصه. لاحظنا كيف الامارات تضخ مبالغ، ولاحظنا عمار صالح وغيرهم يستلموا مبالغ من الامارات. ايضا هناك لجنه خاصه ايرانيه، وبالتالي اليمنيين للاسف اصبحوا يعني كائنات قابله للبيع دون اي ثمن، يعني باثمان رخيصه. كل طرف يستطيع ان يجد له شقاه ومقاولين داخل اليمن، وبالتالي هذه ضريبه 50 عام من التبعيه وتدمير الشخصيه اليمنيه وتحويلها الى شخصيه مهزومه داخليا، شخصيه تبحث عن الفتات. يعني مسؤولين في الدوله 50 عام وهم ياخذون مبالغ ومرتبات وفساد ولا احد يحاسبهم. ما هي الحاجه لان يستلم مبالغ خارجيه؟ ما هو هذا حجم الجشع وحجم الطمع وحجم ايضا الانتهازيه؟ يعني تنافسون في يعني من سينال يعني مبالغ اكبر. هناك ايضا استاذ احمد وثيقه ليست فقط من اللجنه الخاصه وانما ايضا من الامارات، وسفاره دوله الامارات العربيه في صنعاء ارسلت السفير يعني ارسل الى وكيل وزاره الخارجيه العنوان تقرير حول جزيره سقطرى واهميتها والاطماع المحيطه بها، وكانهم يتحدثون عن احدى جزر الامارات. نعم يعني هناك هذه الاطماع المحيطه بها نضع تحتها خطوط، يعني وكان لنشاهد ما الذي يقصد بها. ربما هنا هذا وافادتنا مصادر موثوقه ان السلطات اليمنيه قامت بتعزيز تواجدها العسكري في الجزيره بشكل كبير، يعني اليمن تطمع في جزيرتها عسكريا كما يخشون، وخاصه بعد سقوط صاروخ امريكي في الجزيره خلال قيام القوات الامريكيه بتدريبات عسكريه في مناطق قريبه. وادى سقوط الصاروخ الى قيام اليمن بتقديم احتجاج رسمي الى الولايات المتحده الامريكيه، وتحججت الولايات المتحده بان سقوط الصاروخ لم يكن مقصودا. افادت المصادر عن وجود شك عند السلطات اليمنيه حيال النوايا الامريكيه في الجزيره. هذه الوثيقه بتاريخ 97 استاذ احمد. الامارات منذ القدم وهي عينها على سقطرى، وتجد ان ما تقوم به اليمن كدوله وكتواجد عسكري اطماع حول الجزيره. كيف يمكن تفسير هذا؟ هذه الامارات يعني هي ترى يعني لديها اطماع منذ او لديها ايضا مشكله مع اليمن منذ حرب 94 وما قبلها، عندما دعمت السعوديه والامارات ارتيريا في السيطره على جزيره حنيش، وبعدها كان هناك قسم من الشيخ زايد انه لن يرتاح ولن يهدأ له بال ما قبل ان يتم تقسيم اليمن الى 4 أو 5 دول. وما والسياسة التي تمت بعدها كانت جزء من هذه القصة. اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه سقطرى أصبحت تراها السعودية أو تراها الإمارات أنها جزيرة إماراتية، حتى الآن بإمكانك أن تبحثي عن سقطرى يظهر لك أنها جزيرة يمنية أو إماراتية، وبالتالي هذه محاولة التزوير الكبيرة. الحديث عن أن اليمنيين الحكومة اليمنية تسعى لتسيطرة تواجدها هذا يثير هلع وفزع، وأيضا يثير كأنه يثير استغراب. وبالتالي اليوم ما حدث انه الامارات بدل ان تتعاقد الحكومه اليمنيه مع الولايات المتحده الامريكيه كما تقول هذه الوثيقه، ذهبت هي مباشره للسيطره على الجزيره وتاجيرها للامريكان او لاسرائيل او لاي قوه اخرى. وبالتالي نحن امام حاله من الطمع وحاله من يعني عدم الثقة في من جاءوا لإنقاذنا، وبالتالي كان هناك مشكلة واضحة. يعني افترض أن كان اليمنيين اتخذوها أو عرفوها من 2015، ونحن نقول ما الذي تقوم به السعودية وما الذي تقوم به الإمارات، لكن يبدو أن النخب التي في السعودية وفي الإمارات لم يثير هذا الحديث. لاحظ أنه خلال عام هذا العام 2020
لم يصدر أي موقف من الحكومة تجاه كل الانتهاكات التي قامت بها السعودية أو السعودية والإمارات ضد جزيرة سقطرى. طرد السلطة المحلية بناء معسكرات، بناء قواعد عسكرية، طرد اليمنيين من هذه الجزيرة، وكأن هذه الجزيرة فعلا لا تتبع الجمهورية اليمنية. ربما هم بانتظار رسالة من السفير الذي يخبرهم أو من أن هذه الجزيرة أصبحت فعلا جزيرة إماراتية. نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن تسريب هذه الكشوف والتي لم تسرب الآن وإنما سربت أيضا قبل سنوات، كشف برواتب هؤلاء الذين يستلمون أو مجموعة منهم، برأيك هل تتعمد السعودية تسريب هذه الوثائق لإحراق هذه الشخصيات أم أنه نتاج صراع داخل اللجنة؟ أنا في الأخير التسريب الأول كان في 2012 تقريبا، نعم. وكان قبله تسريب في 2005، لكن الأسماء التي ذكرت في 2012 كانت نتيجة أن هناك محاولة، أن هناك أشخاص تم إزاحتهم وبالتالي لم يعودوا جزء من المشهد، وبالتالي أو أصبحوا عبء كبير على المشهد وتريد أن تتخلص منهم، وكان بالتالي نشرت القوائم والأسماء، وكان هناك مفارقة كبيرة، أشخاص يستلمون عشرات الملايين وأشخاص يستلمون الفتات وهم أسماء كبيرة. ولكن المثير لأنه في 2012 وحتى اليوم لن ينفي ولن يجرؤ أحد على نفي هذه أنه يستلم هذه المبالغ، لأنه ما زال يستلمها ويستطيعها، وبالتالي هذه واحدة من مشاكل الإذلال المتعمد، وأيضا كسر الصورة العامة أمام اليمنيين، انظروا من يحكمكم، انظروا من هم مشايخكم، من هم القادة العسكريين، من هم المسؤولين، من هم القادة الحزبيين يعني. وبالتالي هذه القصة أنه كسر الذات اليمنية من الداخل، أنه اللي تراهنوا عليهم حكمكم مجموعة من المتسولين وأداروا أموركم مجموعة من المتسولين، وبالتالي من أراد أن يصبح مثل هؤلاء عليه أن يكتب تقارير، عليه أن يتقرب للسفير السعودي، عليه أن يبحث عن الفتات، وبالتالي هذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب على اليمنيين أن يعني هذه الكشوفات والأسماء يجب أن تعمم وأن تصبح قوائم عار، قوائم سوداء، يحاكموا إذا لم يحاكموا كما قلنا قانونيا يحاكموا أخلاقيا، يحاكموا شعبيا، يحاكموا إعلاميا. إذن شكرا جزيلا لك أحمد أزرق مدير عام قناة بلقيس، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام، وترقبوا أيضا الحلقة الثانية ليلة الغد لاستكمال هذا الملف. إلى ذلك الحين كونوا برعاية الله وأمنه.